أولا وبداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لموقع أسفي جود على إتاحته الفرصة لنا من أجل مناقشة بعض المواضيع التي تتعلق بالشأن المحلي للمدينة. كيفما قلت أستاذ مصطفى، منذ التحاقي بالمجلس البلدي من بعد تعويضي للأخ عبد المجيد موليم بعد ما قدم استقالة ديالو، كنت سباقا إلى طرح مجموعة من الاختلالات التي تشهدها بعض الصفقات في مجموعة من القطاعات الحيوية كقطاع النظافة، قطاع تدبير الحدائق العمومية، وأيضا مسألة التي تتعلق باحتلال الملك العمومي. كيفما كنسمعوا جميعا على أنه هناك اختلالات في بعض هذه الصفقات، من بينها الصفقة المتعلقة بالنظافة واللي كانت كتشرف عليها شركة سيطة البيضاء التي ساهمت في وضع واحد المجموعة تحت المشاكل التي تتعلق بالنظافة، ساهمت في خلق مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي كيف ما كيعرف الجميع ارتبطت بما سمي بالعلاقات التجارية المشبوهة التي ربطت أحد نواب رئيس المجلس البلدي وهذه الشركة، والذي كان هو منافي لما يتضمنه القانون التنظيمي المتعلق بالجامعات. أيضا هناك أمر يتعلق بتدبير الحدائق العمومية التي هذه الصفقة عرفت مجموعة من الاختلالات، لأنه كيف ما كيلاحظ الجميع لأنه هذا الأمر ديال تدبير الحدائق العمومية واللي كيستنزف الجماعة الحضارية تقريبا أزيد من 400 مليون سنويا، لم يتغير شيء في المدينة. الحدائق العمومية كيف ما كيشوف الجميع لأنها هي لم يتغير شيء، هذا الأمر يطرح مجموعة من التساؤلات: أين هي المحاسبة؟ من المسؤول على هذا الوضع؟ اليوم الصفقة سالات، واش غتكون هناك محاسبة مع هذه الشركة التي كانت تتكلف بتدبير هذه الحدائق، أم أن الأمر سيكون كسابقه وسيتم الاحتكام إلى منطق عفى الله عما سلف؟ بالنسبة لكم أنتم كتهددوا بأنكم غادي تلجؤوا للقضاء من أجل التدخل في بعض الخروقات. بطبيعة الحال احنا اليوم بصدد تهيئ واحد المراسلة إلى المحكمة المتعلقة بالجرائم الأموال من أجل البحث والتحقيق في جميع الصفقات اللي عرضتها الجماعة الحضارية واللي كيشرف عليها أحد النواب ديال السيد الرئيس، لأن هذه الصفقات كلها تثير حولها الشكوك والشبهات. لأنه من اللي كنشوفوا الصفقة مثلا ديال المسبح البلدي، هذه الصفقة مرت في ظروف غير سليمة، مرت في ظروف غير صحيحة. ما يمكنش اليوم أنه من أشرف وترأس لجنة فتح الأضرفة أنه يتعامل مع نفس الشركة التي فازت بهذه الصفقة. ما يمكنش أننا نقبل أن إيد مثلا تعدي وإيد مثلا أنها تأخذ. سنطالب بلجان تفتيش والمجلس الأعلى للحسابات من أجل بحث تحقيق عميق في جميع الصفقات التي أشرف عليها أحد نواب رئيس المجلس البلدي، لأنه كما قلت تحوم حولها الشبهات وتحوم حولها الشكوك. باش نكون معك صريح سي مصطفى، وباش نكون نتكلم معك بكل وضوح، ليس هناك تحالف ما بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. هناك منتخبون فائزون في مرحلة انتخابية معينة ينسقون فيما بعضهم البعض، وليس هناك تنسيق ما بين حزبي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. فريق حزب الاستقلال يشتغل منفردا وفريق حزب العدالة والتنمية يشتغل منفردا. لأنه ملي كنتكلموا على تحالف، التحالف ينبني على خارطة طريق، ينبني على وجهات نظر،
ينبني على أخلاقيات، ينبني على قواعد. هذا الشيء كله غائب تماما في إطار هذا التحالف، ما يسمى بالتحالف، لأنه كما قلت ليس هناك تحالف. فعلا أنا طرحت هذا المشكل ديال احتلال الملك العمومي خصوصا في كورنيش أسفي أو منطقة أموني، جرف أموني. هذا المشروع الذي يكلف تقريبا المليارات اليوم توقف هذا المشروع. علاش؟ لأنه هناك مقهيين ما زالان يعني ما عدا مقهى واحدة هي التي انضبطت إلى القرار الذي صدر عن مجلس البلدي والذي يقضي بهدم المقهيين وتعويض يعني تعويض أصحاب هذه المقهيين بمساحة غير المساحة التي مستغلة. هنا من نتكلم على هذا الاحتلال ديال الملك العمومي، كنا نتكلم مثلا على مقهى السفينة. مقهى السفينة هي مرخص لها باستغلال تقريبا 327 متر مربع. ملي خرجت اللجنة لقات بأنه هذا المقهى تستغل أزيد من 1000 متر مربع، يعني ما يقارب 900 متر مربع تستغل بطريقة غير قانونية. صاحب المقهى زال يتعنت، ما زال يعني رافضا لقرار الهدم، في حين أن الساكنة كلها تنتظر مشروعا كانت تحلم به، لأن المنطقة كما كنا كتعرض يعني كتعرض مجموعه العمليات ديال الانتحار، وكانت منطقه يعني منطقه لا تستحق ان تكون في مدينه مثل الاسف. اليوم الجميع ينتظر من السلطات المحليه انها تطبق القانون في هذا صاحب المقهى، مقهى اي السفينه. ما كاينش شي مساله تتعلق بالمحاباه. لجنه المرافق العموميه عاينت مرارا وتكرارا عبر خرجات يعني استغلال هذا المقهى للملك العمومي والتعنت كما قلت صاحب هذه المقهى. راسلت الجماعة الحضارية السلطات المحلية مراسلة تؤكد فيها على أنه هناك خرق ديال القانون وهناك احتلال ديال الملك العمومي. ما زلنا ننتظر، الجماعة ما زالت تنتظر السلطات إلى متى سيتم تطبيق القانون في حق هذه المقهى. طبيعة الحال هذا القطاع الحيوي واللي عانت منه الساكنة نظرا كيف ما كنقولوا المشاكل التي تخبطت فيها مؤخرا الوكالة، وكالة النقل الحضاري، اليوم ننتظر من الشركة التي فازت بصفقة يعني تدبير قطاع النقل أنها تجيب إضافات نوعية، أنها تغير ما تتمناه يعني الساكنة ديال المدينة، لأن الساكنة ديال المدينة تتمنى أن ترتقي في قطاع النظافة إلى مصاف بعض المدن اللي اليوم كنشوفوا عندهم حافلات في المستوى تليق بمدينتنا كمدينة آسفي. هذا الامر هو المشروع معروض من طرف يعني العمليه ديال التتبع من طرف المجلس الاقليمي. بطبيعه الحال الكل، الجميع الساكنه ومرتادي هذه الطريق يعانون الويلات جراء يعني تاخر الاشغال وجراء يعني تاكل هذه الطريق والاضافه اللي ضافتها الأشغال ديال الشركة. نتمنى أن يتخذ المجلس الإقليمي الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل التسريع في انطلاقة هذه الطريق بالشكل يعني الذي هو مرسوم له. بطبيعة الحال منذ التحاقنا بهذا المجلس كنا نتمنى أن تتغير مجموعة من الأمور. اليوم ما يمكنش أننا نقول لأنه هذا المجلس حقق للساكنة ما تتمناه. هناك بعض الأمور اللي هي أمور أولية تتعلق بطبيعة الحال بالمسائل اللي عندها علاقة وطيدة بالمواطن، ما زالت لحد الآن يعني نتمنى أن تنطلق بالمدينة إلى الأمام
موضوع مثلا البناء العشوائي وما يسمى بالدور الغير مهيكلة، ما يمكنش اليوم أننا نقبلوا معاناة ديال سكان هذه المناطق اللي يغيب عنها الماء ويغيب عنها الكهرباء ويغيب عنها الربط ديال التطهير السائل. يعني كنعرفوا على انه ملي كيجي الصيف هاد الناس كيتمناو انهم يكون عندهم الماء، ملي كيجي فصل الشتاء هاد الناس يعانون الويلات. اذا المجلس مطالب بالتسريع بحل هاد المشاكل التي يعانون منها سكان هاد المناطق الغير المهيكلة، وهي التي تتمنى من هذا المجلس أنها ترى النور، يعني في ظل هذه المعاناة التي يعانونها سكان هذه المناطق، كيف ما قلت مناطق الدور غير مهيكلة. بطبيعة الحال من غير المقبول أننا من بعد ما مرت تقريبا 3 سنوات يعني نصف هذه الولاية أننا نقبل بمزيد من التباعد ما بين الفريقين. نتمنى من السيد رئيس المجلس البلدي أن يعيد النظر في مجموعة من الأمور وأن يتعاطى بكل جدية مع هذا الأمر الذي هو أمر حساس. طبيعة الحال الساكنة تنتظر من هذا المجلس أن يعيد الاعتبار لهذه المدينة، أن يقدم ما لم يقدمه المجالس السابقة. نحن نستشرف خيرا في المستقبل، ونتمنى أن يعني بطبيعة الحال أن يتلاقى الفريقين، فريق حزب العدالة والتنمية وفريق حزب الاستقلال، من أجل إعطاء يعني واحد انطلاقة جديدة، انطلاقة بمنظور يخدم الصالح العام ولا يخدم المصالح الشخصية للطرفين. كلمة أخيرة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد عامل الإقليم الذي يقدم كل المجهودات التي ممكن أن تعيد الاعتبار لهذه المدينة، والذي يفتح بابه للجميع، والذي ينصت للجميع بطبيعة الحال. يعني من هذا المنبر نتمنى أن يعمل كذلك على اعتباره أنه أعلى سلطة في المدينة، أن يعمل من أجل يعني جمع شمل هذه المدينة ولملمت جميع يعني لملمت الخلل في أينما كان. كذلك أتمنى من الجميع أن ينهض من أجل الرفع من مستوى الرقي في هذه المدينة. وشكراً.